لو هنقول ردود على الكلام اللي بيصدر حاليا، اولا فكره ان هذه الفتره كانت عصر الحكم البطلمي في مصر، ويرجع يشوفوا الناس دي كان الوانها ايه، ولحد دلوقتي هم يونانيين يكون لونهم ايه، يعني او لون بشرتهم ايه. تاني حاجه نشوف الجدران عندنا على المعابد والاماكن، البعره تدل على البعير. يعني في لقيت انا اسف بعر، فبندل ان كان هنا في ايه، ماشي معيز وغنم زي بيقول مثل العربي بالظبط. فانا عندي تماثيل لكليوباترا، موجود منهم تمثال في الفاتيكان، وتمثال في برلين، تمثال نصفي، وفي عملات، وفي تماثيل هنا في مصر. كل الملامح بتاعتها، ولما عملنا ريكونس احنا ما لناش الجثه او المومياء، انما كل التماثيل وكل النقوش، ولها نقش مهم جدا هي وابنها قيصرون موجود في معبد دندر. كل النقوش بتقول لك ان هي كانت ست بيضاء، والانف بتاعها حتى الانف الزنجي معروف انه بيبقى ضخم عشان الهواء. انفها معروف ان انف كليوباترا كانت مميزه، انفها جدا كان طويل واقنى، لدرجه ان احد علماء الرياضه قال لو انف كليوباترا كان قصير شويه لتغيرت وجه الارض. فانتوا بتتكلموا عليها يا جماعه، وهي ما كانتش زي بيقولوا شديد الجمال، انما كانت ست، كانت منتصف الجمال، لكنها كانت ذكيه جدا ومسكت البلد في وقت صعب. فارجوكم يعني اتمنى، انا لو دلوقتي ماسك ليا سلطه في البلد، هروح مجمع كل تماثيل وعملات كليوباترا، وهجيب اعمل 3D للتماثيل الموجوده في الخارج، واعمل معرض واجيب كل الناس اللي بيدعوا اقول لهم اتفضلوا حضرتك. المشكله زي ما الاستاذ مصطفى بتقوله ده، احنا شايفين او شايفين تاريخنا وشايفين حضرتنا بعين هوليود يا فندم. كل الافلام اللي انتجت عن مصر المصرية بعين واحد بكاميرا واحدة، أبوس إيديك يا عم محمد رمضان ويا سبك ويا مخرجينا ويا رجال أعمالنا، اعملوا لنا فيلم يا جماعة. دكتور، كل الحاجات اللي حضرتك بتقولها اللي هي المفروض يستند عليها أي عمل وثائقي، إنه يرجع للتاريخ ويشوف التاريخ بيقول إيه وعلى أساسه ينفذ. ليه ما شفناش ده بيتحقق في العمل في نتفليكس اللي يمكن في الأول كان بيصنف كعمل وثائقي أو بداية سلسلة يعني أفلام وثائقية، وبعد الموجة اللي حصلت والاعتراضات غيروا التصنيف. بالتالي على اي اساس هم استندوا؟ هو في حاجه مهمه، هو عندهم واخدين اراء عدد من علماء الاثار الاجانب، ما خدوش اي عالم اثار مصري ده اولا. ماشي، عالم الاثار بيجي يضيف يتكلم عن كليوباترا، لكن ما شافش الجزء الدرامي اللي موجود، لانه اديكوا دراما. انا سمعت كمان تصريح للدكتور زي حواس قال ان العلماء اللي موجودين في الفيلم في منهم اتضحك عليهم. ايوه، لان هم ما شافوش مصطفى. هم ما شافوش الجزء الدرامي، هو ما عرفوش النص الثاني من الفيلم. هو جاء زي دلوقتي حضرتك جايه بتعملي لقاء مع دكتور مجدي، تمام، بس انا بتعملي لقاء ثنائي وهو بس اللي بيظهر في الكاميرا وبيتكلم عن الكليوباترا، لكن الجزء الثاني الدرامي اللي بتظهر فيه بالشكل اللي احنا شايفينه على الشاشه دلوقتي ده، هي ما بتظهرش، هي مش ما شافوش الناحيه الثانيه. لذلك في ناس منهم طلعت اعترضت من علماء الاثار نفسه، وقالوا احنا شاركنا في الفيلم لكن ما نعرفش النتيجه النهائيه، ما شفناش النتيجه النهائيه. طب ليه لسه لحد دلوقتي العمل مستمر ومن المفترض ان هو ينطلق بكره؟ في الاخر احنا ما عندناش وسائل ضغط، وانا مش هقدر امنع، انا مش هقدر امنع انه الاخوه البربر يقولوا شيشانق جه من اقصى المغرب العربي وجه استولى على حكم مصر. ده مش حقيقي. يعني شيشانق ده كان من بني سويف اصلا، واصله من البحيره، تمام، من مش هقدر امنع الصهاينه ان هم يتكلموا ويقولوا انه احنا اللي بنينا الاهرامات، مش هقدر امنع، لكن اقدر اطلع الحقيقه. انا مهمتي ان انا اطلع الحقيقه. يعني الدكتور كان اتكلم على مسلسل احمس، انا عندي كم علماء اثار في مصر قد كده، عذرا يعني في التعبير، بس عدد ضخم من علماء الاثار والناس المحترمه اللي فاهمه واللي دارسه، واروح اجيب واحد من على الفيسبوك عمل صفحه واعمله بحث اثري ويبقى هو اللي بيشرف على مراجعه المسلسل وغيره بقى من الحاجات. المقارنه هنا مختلفه، لان دول ناس عارفين هم بيعملوا ايه، يخدعوا ازاي علماء الاثار، جايبين مين بالظبط، بيدعم افكار شكلها ايه. هم ناس يعني هو فكر ممنهج، الموضوع يختلف تماما، الحل بقى ايه؟ الجهل عن الفكر الممنهج. الحل بقى ايه؟ الحل ان انا اطور ادواتي وان انا اشتغل اعمل وثائقيات حقيقيه، وانا اقدر اعمل ده. ما هو انا عندي جزء كبير من تراثي بالمناسبه محفوظ في قنوات اخرى بره. صحيح. طب ما اعمله انا، وبالمناسبه تكلفته عليا هتكون اقل وهكسب منه. هي احد الشركات بدات يا استاذ مصطفى بالفعل تنتج فيلم عن كليوباترا، الشركه المتحده اعلنت ان هي، ولكن هي المشكله انا خايف عملنا فيلم. هو بدا زي بيقولوا الاول هو دايما اللي بيثبت في العقل،
مش انا عايز سياسه، لان الموضوع ده حضرتك واكيد مصطفى موافقني، احنا بدانا بمشكله الهويه دي من ايام مسلسل ارابيسك بالظبط، وكانت اخر لقطه في المسلسل احنا مين، وطرح قضيه، وبعدين الموضوع ده من الثلاثينات من ايام احمد لطفي السيد وعندنا توفيق الحكيم، لكن انطرحت في الاعلام. يمكن كان اهم حاجتين طرحوها هي زي ما قلت لحضرتك في فيلم اللي هو او عندي في المسلسل بتاع ارابيسك. فاحنا الهدف ان هو الاول لعبوا على فكره صراع الحضارات، لا الموضوع ده مش مسمى. لعبوا على الاسلاموفوبيا، لقوا برضو الموضوع ده مش مسمع. بدأوا يلعبوا ان احنا اقوى ناس في الدنيا كلها، فبدأوا يلعبوا على فكرة الهوية. انتوا فنقيين وانتوا امازيج وانتوا نوبيين، ومعروف ان مصر رحت سيوة هتلاقي امازيج، رحت النوبة هتلاقي نوبيين. بدأوا يلعبوا زي بيقولوا الخلخلوا الهوية، وبالتالي احنا عندنا مشكلة. يمكن انا بعتبر ان هذا الموضوع رب دارته النافعة. الشباب بقى عندهم ايه رد، وبقى يردوا ونزلوا الريت بتاع المنصة دي من 5-1 صحيح. وفي، لكن انا مش عايز الغلظة في التعامل، لانك حضرتك لقينا بعض الشباب لا ده احنا لازم نصور ولازم نشتم لا يا جماعة، المفروض الغضب ده نرشده، ونرشده ازاي؟ ازاي ده السؤال؟ عندنا بقى بالفن مشروع قومي، لازم مشروع عندك قومي. خطة مشروع قومي حقيقي. تجيبي لجنة. انا بفرح جدا لما يجي معيد يقول لأروك بعت لي وشه وظهر بطاقة عشان أفك إنسان متخصص. في الإعلام للأسف بدأت تظهر بعض الناس، ما للأسف إحنا بيدوسوا السم في العسل. الناس دي للأسف جابت الموضوع قديم، الموضوع ما بدأش كيفن هارت، إحنا ما كناش نسمع عن أفرو سنتريك غير بدأنا أفرو بس. اللي كان بيحاول يجي مصر. إنما ده قبلها في مارس، قبلها في فبراير كان عايزين يعملوا مؤتمر في أسوان، فالموضوع قديم يا فندم. طيب إذن في نقاط يا دكتور كده إزاي نواجه فكر المركزية الأفريقية اللي بيحاول سرقة الحضارة المصرية، علشان نكون لخصنا الفكرة كده للجميع، علشان لا يعني جايز حد ياخد بالافكار دي ويعمل. لازم اول مناهج التعليم عند حضرتك تثبت فكره الهويه، واعتقد ان اجتماع السيد الرئيس امبارح والسيد رئيس الوزراء كان في اجتماع امبارح مثير جدا لرؤيه القاهره وتطوير القاهره والهويه البصريه، كان مهم جدا امبارح. برامج التعليم لازم يحصل فيه موضوع الهويه ونتكلم عليه اكتر. لازم رجال الدين سواء في الكنائس وفي المساجد يتكلموا عن الموضوع ده، ما افتكرش انا مصري، يعني مصري، مصر عربي، مصر اسلامي، مصر افريقي. مصر عم حضرتك عامله زي طبق سلطه الفواكه، حضرتك ما تقدريش تحددي نوع فاكهه، انما هي يعني في نهايه الامر حلوه. فكره ان انا اقول ان فكره انا رايح افريقيا، يا عم انت افريقي، لازم ما بصش على الفجر، لان للاسف احنا جينا برضه احنا في قاره افريقيا، ما حدش ما نتعلاش استاذ حسين. احنا جيت عندنا مشكله لما تلاقي ولد حلو او بنت حلوه تقول لك انا جدي تركي، انا جدي مغربي. يا جماعه ما تفتخر ان انت مصري. ده نفرتيتي هتلر لما شافها قال مستعد حارب مصر والعالم. نفرتيتي الجميله دي. وبالتالي لازم اشتغل سياسه، لازم اشتغل الاول فن، لازم اشتغل ادب، لازم اشتغل من ناحيه الدين، لازم يبقى عندي مواجهه زي ما بيقولوا مواجهه مباشره، بس كلها مواجهه ايه؟ في الحد المعقول، لانك انت داخله في حرب شرسه وهتستمر.